طالع طالع فضونا طالع، ولكم الشمس تصمت طالع. شلش انت مو قلت تجيب لي الشغله فيها خير وانا اعطيك 5000 نقد؟ دعبول شنو انت تسمع من خشمك؟ مرات بس مني تصير عندي نشله اكون ما اسمع فرد مره، اصير مثل فريد الاطرش بالزفه. انا قلت لك ما جبت لي شغله اذا ما اعطيتك بيها 5000 نقد، يعني انتقاد، يعني انتقدك بيها 5000 مره. نقيت انتقاد كله فلوس، المهم لا تعطيني ورقه مسقوقه او ملزوقه ما حد ياخذها. لك بابا دعبول، النقد اقصد بيه انتقدك، انتقد ادائك، انت شخص اثول. هسه انا اريد تفهمني شنو النقد وفرقه عن النقود. النقد هو التعبير المكتوب او المنطوق من متخصص يسمى ناقد، اللي هو منو؟ اني، عن سلبيات وإيجابيات وأفعال وقرارات طايحها يتخذها إنسان أسول مثلك. هل شفتهمت؟ شفتهمت. يعني أنت ما راح تطيني 5000؟ دعبول راح أعطيك 10000 بس تدعبل منه. شلش أنت الخسران، معناته أروح وحدي لحفلة التخرج مال جامعة بغداد. تعال 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 تعال. شنو؟ حفلة التخرج بجامعة بغداد؟ اي عندي صديقي ماجد الهزاز موزع موسيقي يقدر يدخلنا وياه على اساس بالفرقة الشفونية. ماجد الهزاز؟ مو هذا الدنبكشي؟ شب ساعة سويته موزع موسيقي؟ سلش العالم يتطور بسرعة، ليش؟ مو شفتي مرة الكاسب اللي تبيع لبن مخشوش صارت نائبة؟ او فالح ابو العبد كان فيتر؟ او هسه هو مطرب على الرماس الاغنية مالته شايفيها 1.7 مليارات؟ ترى بس انت ترجع لي ورا. زين دعبول؟ لعد مشينا للحفلة. دعبول ولك انت تستحق دفتر على هاي الطلعة. هي هاي الكلية الصحيحة والمضبوطة. خوما حظي كلية زراعة ضيعت 4 سنين مصادق واحدة تشتغل بالعلوت في بيت نجاح. شلش اعرفك بصديق الموزع الموسيقي ماجد الهجاز، موزع الحان وكلمات البوم مال صور لمحمد سالم. اصلا اتصل بي شامر حسني واعتذر منه ليه مرتبط ويانا بالحفله مال التخرج. اتشرف بيك ماجد الهزاز. اقول لك دعبول هذا صاحبك صدق هزاز، بعد ما داخل للحفله يهز انه باعه يرعش رعش. مو عنده شلل رعاشي، مره سوى حفله وكيته ونعل حش السامع وقام عند الروط وشلبت بيها الهزه، وانا راح اخذه للشيخ ورا الحفله يقرا عليه بيك تروح الهزه. انت ما تقول لي وين تلقى هاي العطلات؟ تدري ايش قد تعبت ان شاء الله لقيته؟ بس هي هاي شو تسوي؟ الشغلات الثمينه دائما ترمى بالزباله. اسكت اسكت امشونا خلنا ندخل. ربي اريد هسه بنت حلال. او من قال حلال يقبل ينطيك بنته؟ يجوز ابن عمها قاطع عليه. اجيبها اجيبها لو قاطع عليها المي والكهرباء. اسمع لك سنيت، هذا صاحبك، صاحبك قلت لي عليه ثقة ويدخلنا لحفلة التخرج. عايش بيكم ايش قلوا لي؟ انا هذا ولد معرفة متوصي بيه خوش وصار من جماعة عرف، فلا تخافون هسه مني يشوفنا يعرفنا لان تاسيله صورنا بالواتساب حتى يعرفنا رأسه. امشي ورايا وما لكم علاقة. عفية سنيت صدق ضلع وخوش زلمة، الواحد يفتخر بيك. شلونك عمو؟ نقدر ندخل الحفلة؟ امشي منها لك امشي يلا. شباب ما يصير ندخل، شنو ممنوع؟ بعد وين العرف والتوصال والدازين الصور على الواتساب؟ يجوز الباقه ما تخلصانه وما عندنا، شو يسوي؟ يصير هوايه. صار لي ساعه مكنك على حاته، من شافتنا انطردنا صرفت نظر، شلون فقر؟ الشغله اكبر من عنده، فوق طاقته، يعني هم على باب الله وهم على باب الجامعه، عمي الله يساعده. ايش تعد شاروخان؟ انا هيك يطردوني؟ بسيطه. واخروا واخروا شو؟ وتعالوا. تعالوا ورايا، إذا دخلنا كل واحد يعطيني 25000، وإذا سحنا مو تنهزمون وتعوفوني من نص الربود. تعال لك، تعال ورايا، طابل التواليت. وخر ولك، وخر. تعرف احنا منين؟ احنا بالسي آي آي، وخر، وخر. والنعم منك عمي، تفضل، تفضل عمي. يا مية هلا، يا مية هلا. اسمع لي، لا تدخل زين بس الحاتات. وبعد ما اريد شفت شهرتك بباب الجامعة، وتعكر مزاجي. يعني ما تجوز إلا تترزل. يا معود هذا صاحبك الهزاز شبيه؟ شو خرق؟ عندي خبر مو حلو، ماجد الهزاز انطاك عمره. شنو؟ هاي شده تحكي يا معود دعبول؟ هو حتى ما لحق يهز، انت شورطت بهالطلعه التعبانه. لا تقلق شلش، انا مرتب وضعي وجايب وياي بطانيه من النمر، هسه نلفه ونذب هناك ورا الشجره. شنو مرتب وضعك؟ ليش انت تدري راح يموت؟ طبعا انا جايبه اخر قصه، بس حتى يدخلنا للحفله ووراها يخلص لك سباير. ارقد بالسلام يا ماجد الهزاز. وهسه دعبول ايش راح اسوي للحفله؟ الدور عليك شلش،
عليك مسؤولية كلش كبيرة، لازم تكمل مسيرة ماجد الهزاز أو تنطحل شخصيته وتسوي الحفلة. ساعة السود اللي وافقت على هاي الطلعة. والآن مع الرداح السفاح اللي يذبح بالقزاز وما عنده عزاز، الهزاز بن 60 عزاز ماجد الهزاز. أم داني والله أم داني، قبتها راسي بدور ثاني. أم داني اي والله أم داني اي والله. ولكم شنو السالفة؟ شنو السالفة؟ وين داخلين إعدادية صناعة؟ وين الحاتات؟ وين نساوين؟ صارنا ساعة نفطر، أحلى وحدة شفتها كانها عبيس الحدقجي. حرامات والله لو أدري كان ما غسلت البارحة. يا رب شمالي خلصت الشامبو اللي انطيتني اياه. ولك يا شامبو منطيك هذا بطل الدهن مع الستوتة بس لا غسلت بيه. انت قلت لي هذا شامبو؟ ولك يا لغام قلت لك هذا مو شامبو. ايش مدري شباب انا ترخص لقيت غزالة تايهة، غزالو ما يصيدونه ما لا حاسهم صياد. يا بني عد السؤال محيرني، اش عدت التخمين هنا وعايفة مسابقة ملكة جمال العالم؟ شنو هاي حضرتك جاي تتحارش بيه؟ هاي شبيه وجهك؟ هذا حب الشباب. يا حب الشباب اختي انت طالع لك بواسير بشهرتك. اخ يابا انه بصار عدي مقص، وين التواليت؟ تعال تعال انا وديك. دروعي شلبتي خو ما شلبتي. بشر اخذت رقمها؟ دمشوا لحد ندار بشرفكم، نوصل للنافورة ونسوقها بالركضة. مداني والله مداني، قضيتها راسي بجور ثاني. مداني اي والله مداني اي والله. وكي حظي قضيناها نفطر بالربع الخالي مال الكلية، اثار الحديد كلها هنا. لا يا الله بعلي طويرنيات حطات هنا بلا لقص شمالي. اقلكم تمشي خل نرجع، انا خايف ذيك تطلع لحقتنا. لا 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 لا، شلش ابن شناوي هو اللي مسوي زفة التخرج والنساوي كلها ملتمة عليه. وعلى ازدحام على الدعبور قاعد لي مرقام خرب حظي الاغبر. صديق شريف العالم وين واصله واحنا بعدنا لك؟ صديق من قال لا تركض ورا النسوان كلها ترفس بيك، خليك ثقيل واوقف صبح هن يزحفن عليك. واوي شباب اسمعوني، جتني خطه براسي، نقلب الطاوله والكراسي على راس الخلفو لشليش ابن شناوه. تموتين لا ما موتن، تموتين لا ما موتن، انت عندك دجداشه ها وانا عندي دجداشه، وخلينا نتعشى باكه وتموتين لا ما موتن. ها شنو ها شنو معودين؟ وين وين؟ أنا وياك يمشامة وأنا وياك يمشامة. هاي شنو دعبور؟ هذول جابوا منا يا معود، احنا خلصنا من ماجد الهزاز، طلعنا عالتوق الرداح. وين ما نروح نلقى قبور بعظامنا، عوفهم شد عليهم شلش شد عالتوق حمى. اشتدت المعركة وحمى الفطيس اشتغل ذبه كله على المواويل الحزينة، الحاطات نص المضروبات بواري. إذا ما تريدني قول ليش الضم علي، ترى انت تصير مسؤول اذا شي صار بي، بقول لي بقلبك شغام لا تعيشني بوهام. اها قمت تلعب على المشاعر، تمام فهمتك دعبول. طلع لي اشعار من الفيس مال علي المنصور بسرعه يلا. اذا شي صار على تعال الزموهم هذول اللي كتلوا ماجد الهزاز. لك دعبول دعبول دول اكتشفوا خيوط البطانية، اقصد خيوط الجريمة مال ماجد الهزاز. انت مو شمرت ورا الشجرة؟ لا والله بس مو بدت الحفلة واجيت عفتة بمكانه. لك بابا مو صوت صوت ذاك الاغم ماجد الهزاز، هو من كان عدل ما حد اكتشفه، النوب من مات يلا اكتشفه. السرسرية وصلوا الابية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش سرسارة مو ياها كان يضبطها تارة، إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. تك 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 شكد يتلوم دك دك، إذا أنت بطيارتي ترانا طير بك. علولي داي حلو وهتلي وسيلة المطير يشرب بيبسي بالكتلي، لو حششنا تشوش ندير احنا خلينا الفيل يطير، خلينا الصاحي كبسل، وين مكبس الصاحي صير؟
اها اها المي دوخ الحاره وما يخبوا الجاره امي طشاره تخاف من اللي فاره ايش ليش لا تخبط طيح حلقك شده بالراس هو انت 56 وانا كلهم قفاصه ايش تحوي لك عالتوقي هو انت اكبر بوخه ترى كل واحد اسبوعين راسك تظل بداخل صعب تعبو اليوم اسويها علاجه انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات براسه قبل نص ميه الارنب ما سامع بعلولي هو انت كلك شبرين تتمنى تصير ابوي